يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر. خلاص بدأ العد التنازلي للسنة الجديدة، كل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير يا جمانة وكل سنة وانت طيبة. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، وصباح الخير طبعا وسعادة على كل المشاهدين. زي ما قال أحمد كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص هانت يعني يوم الحد إن شاء الله هنبدأ أسبوع شغل جديد وهنبدأ كمان سنة جديدة، ودايما في نهاية كل سنة ومع بداية كل سنة بنقعد كده مع نفسنا ونفكر يا ترى حققنا إيه في السنة دي، عملنا إيه، إيه اللي كسبناه، إيه اللي خسرناه، إيه الحاجات اللي فضلت معلقة وما عملناهاش، إيه اللي في سنة نحققه في السنة الجديدة، إيه الحاجات اللي المفروض نشتغل عليها في السنة الجديدة. وده سؤال حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، حققتوا إيه في 2022 وإيه اللي ناويين تكملوه في السنة الجديدة. أحمد صباح الخير يا شباب. صباح الخير مره ثانيه. وانا لسه ما قعدتش مع نفسي زي ما قلتي، لكن انا الحمد لله شايف ان 2022 كانت سنه ممتلئه بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليا ونعمه اللي لا تعد ولا تحصى في حياتي. الحمد لله. يمكن انا فاكر كده اول ما قريت السؤال قبل ما ادخل جه في بالي حاجه، كنت في شهر 11 2021، كنت ساعتها في دبي تحديدا، وكان معانا زمايلنا باسم البروديوسر وهدير ابو زيد، وقلت لهم انا نفسي في 2022 اعمل حاجتين، فقالوا لي ايه؟ قلت لهم اعمل عمره واروح لبنان. حتى يعني قعدوا يهزروا كده، عمره ولبنان يعني ازاي دونت ميكس، فاهم؟ بس الحمد لله ربنا كرمني في 2022 وعملت عمره وعمره رمضان ما شاء الله. انا شايف ان دي كانت نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا فيها الحمد لله اللي انا قدرت اللي انا اعملها، لكن ما رحتش لبنان بس رحت الاردن، فما اعرفش يعني هل شبه بعض ولا مش عارف يعني. لكن على مستوى الشغل الحمد لله يعني قدرت اللي انا احقق حاجات كتيره، قدرت على الاقل اللي انا فكره اقول لك احافظ على المكان اللي انا موجود فيه. اعتقد احنا كلنا عارفين الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في العالم ككل، ففكره حتى لو ما حققتش جديد لكن انت تحافظ على اللي انت فيه اعتقد ده بيكون نجاح في حد ذاته. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ على اللي احنا فيه، قدرنا ان احنا نحافظ على مستوى يعني ادائنا على الاقل في برنامج صباح الخير يا مصر، وقدرنا ان احنا نعمل حلقات مميزه. اعتقد كان من بين الحلقات المميزه يا جمانه حلقه 30/6 اللي احنا عملناها سوا مع بعض طبعا. كان في حلقات تانية كتيره، حلقه مثلا معالي وزيره التضامن الاجتماعي نيفين القباش في عيد الام، كان في الحمد لله كان في عدد يعني من النجاحات. فكره ان انا اشارك وان انا اروح توشكا واشوف توشكا في موسم حصاد القمح واللي بيحصل هناك والمشروعات القوميه الكبرى المنصوره الجديده وغيرها من المشاريع الموجوده، اللي انت تكوني جزء من الحدث في الوقت ده تحديدا، اعتقد ده كان نجاح في حد ذاته. انت بقى حققتي في 22؟ والله بص هقول لك على حاجه، الحمد لله يعني انا السنه كانت بدات معايا بدايه الحمد لله كانت موفقه جدا. ساعتها كنت بشارك في منتدى الشباب، فكانت البدايه كانت بدايه الحمد لله كانت مبشره جدا وكانت موفقه الحمد لله بالنسبه لي. زي ما انت قلت يمكن على لو هنتكلم على صعيد الصعيد العملي او على صعيد الشغل، الحمد لله في حاجات كتير يعني من اللي كان نفسي فيها قدرت احققها الحمد لله وحصلت. لو هنتكلم على صعيد الشخصي على صعيد بقى يعني العلاقات والتعاملات، ما تتخضوش مني بس خليني اقول لكم ان انا في 2022 خسرت ايه؟ خسرت اشباه فرص، خسرت اشباه علاقات، خسرت حاجات انا كنت فاكراها مهمه جدا في الواقع طلعت مش مهمه جدا، وبعد ما خسرتها اكتشفت انه بالعكس كانت زحمه حياتي، كانت مسببه لي قلق، كانت مسببه لي توتر، ما كنتش مرتاحه. لو كان ليا انا الاختيار، لو كان يرجع ليا انا الاختيار ان انا اتخلى عنها وما كانتش تدخلت حكمه ربنا، يمكن ما كنتش اقدر اخد القرار ده واتخلص منها او اتخلى عنها. فيمكن زي ما انت كنت بتقولي يا عبد الصمد فعلا حكمه ربنا دايما بتتدخل، وهو بيبقى الخطه الالهيه اللي بتبقى مرسومه لينا تبقى افضل بكتير قوي من قراراتنا، افضل بكتير وابعد بكتير قوي من رؤيتنا لحياتنا. فيمكن انا كمان في 2022 توصلت كده ل عارف السلام النفسي، معادله السلام النفسي. دي حاجه حلوه ان انت تبداي 23 بسلام نفسي طبعا. بس انت قلتي حاجه مهمه جدا يا جمانة، لان احيانا طول ما احنا جوه الدايره الخاصة بالشيء نفسه بيبقى صعب اللي احنا نختاره، شايفين وكأن دي نهاية الدنيا، لو انا سبت الامر ده خلاص الدنيا بالنسبة لي بقت يعني حاجة سوداوية ومش هقدر ان انا اكمل حياتي.
في حين ان بيكون الخير ليكي في اللي ربنا كاتبه لك، واللي انت تخرجي من الفرصه دي او من الحاجه اللي انت دخلتي فيها ممكن يكون على سبيل الفضول، على سبيل التجربه، لكن الاستمرار فيها هيضرك وبالعكس يعني هيقلل منك او هيقلل من فكره نجاحك في حياتك الطبيعيه اكتر من فكره اللي هو هيضيف لك ويزودك. كتير قوي من الناس بتخاف تعمل ده. صحيح. يعني دايما بنقول كده ما دام ما فضلش، ما دام ربنا ما كتبش ان ايا كان، مش بتكلم على اشخاص، ان كان اشخاص او شغل اي شغل حاجه، اي مكان، لو كان خير فعلا صدقوني كان ربنا اكيد هيكتبه لنا وكان هيستمر. بما انه رحل او مشي او ما جاش فاكيد ما كانش ده الخير لينا. فمعادله السلام النفسي يا احمد اللي كنت بتكلم معاك فيها هي فكره ان انت دايما تبقى راضي، تبقى دايما واثق في ربنا انه اكيد طول صحيح. الوقت هو بيعمل لك الاحسن طول ما انت قلبك نظيف ونيتك سليمه، وطول ما انت فعلا يعني في علاقه بينك وبين ربنا. صحيح. بالظبط. فيمكن هي دي المعادله اللي انا توصلت لها في الاخر. هنقعد نقلق وهنقعد نتوتر وهنقعد نشغل بالنا وهنا اصل في مشكله، والمكتوب مكتوب في النهايه. والله بالظبط بالظبط. وان انت ترضى وتبقى واثق ان ده الخير، عشان برضو في ناس ما يقولك ايه، طب ما هو كل حاجه مكتوب ولكل اجل كتاب، ففكره انا بقى هسعى ليه لا مفيش حاجه اسمها كده، فاهمين؟ يعني اسعى علشان ربنا ييسر لك امورك، عشان ربنا يحقق لك اللي انت عاوز تعمله بشكل عام او اللي انت نفسك فيه. لكن احنا داخلين على سنه جديده، فاهم حاجه واحنا داخلين على سنه جديده زي ما قالت جمانه، اللي احنا نقعد مع نفسنا نشوف ايه اللي احنا حققناه في 2022، اللي احنا خسرناه، ولو كان في خساره ايه كان السبب في الخساره ده، ما ممكن يكون السبب نابع من جوايا انا اللي كنت سبب اللي انا خسرت في 2022، فابتدي اللي انا اعدل من سلوكي، ابتدي اللي انا اعدل من نفسي تحديدا في ده، عشان ابتدي يا جمانة السنه الجديده وانا داخل بصفاء نفسي زي ما انت ما بتقولي وسلام نفسي تحديدا، وابتدي اللي انا احط اولويات للسنه الجديده هعمل فيها ايه، ما تبقاش حلاوه البدايات. حلو السؤال ده بما ان احنا على الهوا اهو. المره اللي فاتت انت قلت طبعا لزميلتنا هدير وزميلي العزيز كمان باسم، قلت لهم بقى في دبي احنا ما كناش حاضرين. صحيح. بس دلوقتي احنا على الهوا كله مسجل. عايز تعمل ايه في 2023؟ بصي اقول لك على حاجه، انت فاجئتيني بالسؤال ده لان انا لسه والله حتى الان ما حددتش فعلا انا ايه اللي انا عاوز اعمله في 2023، لكن من امنياتي يمكن انا في حاجه من الحاجات برضو اللي ربنا كرمني بيها في 2022، فكره اللي انا يعني خدت خطوه تجاه عارفه نص ديني الحمد لله وربنا كرمني ان انا وخطبت في 2022. صباح على هدير طبعا. صباح الفل طبعا. عاوزه تعملين مشكله كده؟ لا بنصبح عليها. ما تحبش انت تصبح عليها؟ لا لا. فالفكره كلها اللي انا الحمد لله خدت الخطوه دي، ربنا كرمني بانسانه فعلا تستحق اللي احنا يعني نكمل سوا مع بعض، فاكيد عاوز احافظ عليها، عاوز اللي انا ابتدي بقى اللي انا ابني حياتي الاسريه بقى. خلاص احنا كده اتكلمنا على حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه وايه اللي عملته. صحيح. فاكيد يمكن هو دي اولويه حتى الان عندي في 2023، لكن ايه اللي هيخص الشغل وايه اللي هيخص يعني حياتي الشخصيه تحديدا لسه على الله بنفكر. لسه ما تعرفش. بنفكر. انت ايه اللي انت ناويه تعمليه؟ انا والله يعني مش ناويه، انا بتمنى من ربنا الستر والصحه وراحه البال. واللي يجي بعد كده بقى يعني ما حددتش قوي برده بصراحه، بس انا واخده قرار كده عايزه ادخل السنه عايزه طبعا احقق نجاح على صعيد الشغل وعلى صعيد حتى العلاقات الشخصيه ان كان صحاب او او او، بس مش حاسه ان انا يعني عايزه اخشها كده يعني وانا مسلمه كده امري لربنا. مفيش خطه يعني يا عبد الصمد. صحيح. ما هي دي المشكله الكبيره، لسه حتى يمكن مشاكل ما حطناش خطه، او يمكن خلاص بقى يعني احيانا نضج الى حد كبير، فانت شايفه ان الخطط المستقبليه اللي هي طويله المدى اصبحت يعني مش عاوز اقول يعني ملهاش جدوى كبير قد ما فكره اللي انا بنعمل خطط عارفه اللي هو ايه شورت تيرم، ولكن يبقى العامل الاهم اللي انت قلت عليه السعي. صحيح. انه يعني طول الوقت هنحاول ان احنا نشتغل، طول الوقت هنحاول نحسن من نفسنا، طول الوقت هنحاول نشتغل على نفسنا، طول الوقت هنحاول ندور احنا بنحب ايه وممكن نعمله. ممكن كمان الحاجات اللي انا ناويه وممكن انا اقول الحاجه من الحاجات اللي انا نفسي اعملها في 23 فعلا شفت اللي احنا نكون اقرب للمشاهد، يعني نتمنى يعني والله فعلا ان احنا نكون نبض وصوت المشاهد الحقيقي فعلا، وان احنا نقرب اكتر المشاهدين. يمكن تعليقات المشاهدين دايما لما احنا بنتابعها، ويمكن انا وانت كنا في الحلقه الاخيره شفنا قد ايه التفاعل والناس متفاعله معانا، حقيقي فعلا بسطتونا وحقيقي فعلا كنا سعداء جدا بفكره تفاعلكم معانا. ففكره ان احنا ندخل 2023 واحنا حاسين ان احنا اقرب ليكم، اللي احنا فعلا بنعرف نوصل صوتكم، اللي احنا فعلا بنعرف نحل مشاكلكم وبنعرف نوجهكم او نديكم معلومه مفيده، اعتقد انا شايف
شايف ان ده في حد ذاته نجاح؟ لان هو ده دورنا. صحيح، ده بكل تاكيد. على اي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده. انا واحمد اتكلمنا مع حضراتكم في اللي عملناه واللي هنعمله حاجات كده كتير. انتوا كمان قولوا لنا حققتوا ايه في 2022، وايه اللي ناويين تكملوه في السنة الجديدة. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. جمعة مباركة، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.